بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة تتنزل في مناسبة المولد النبوي الشريف، لأن هذه المناسبة إذا نحن قرأناها قراءة يعني في سياقها التاريخي لابد أن نتذكر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليؤسس أمة لا ليمكن قبيلة. والأمة هي أصناف من الناس متعايشون، وهؤلاء الناس قد يختلفون في العقائد، قد يختلفون في الأفكار، قد يختلفون في التركيبة الاجتماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى مجتمعا فيه أسس التعايش عندما ذهب إلى المدينة. فمن خلال صحيفة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لكل طائفة ولكل أقلية ولكل ديانة حقوقها، فلذلك كان المثال الأفضل والمثال الأكمل في تاريخ البشرية عندما بنى مجتمعا متكاملا في المدينة. فهذه المناسبة، مناسبة المولد، هي في حد ذاتها تدعونا إلى إعادة قراءة النص القرآني وإخراجه من القراءة القديمة والذهاب به إلى قراءة جديدة تعالج قضايا العصر وتجعلنا نفهم مقاصد القرآن الكريم، حتى يتسنن لنا من خلال هذه المناسبة أن المولد النبوي الشريف إنما هو مناسبة لقراءة الماضي في ضوء الحاضر، إنما هو مناسبة لفهم هذا النبي الكريم الذي يعني وضع بصمة في تاريخ الإنسان عندما أسس مثالا كبيرا في مفهوم التعايش. فالتعايش هو دعوة للتآلف، دعوة للمحبة، دعوة للتآخي، دعوة لكل ما هو يبني إنسانية متكاملة. فهو ضد التنافر، ضد الحقد، ضد الكراهية، ضد من هو يعني يريد تفريق المجتمعات. فهو دعوة إلى بناء مجتمع متكامل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.